مرحبا. الإنسان بيفتش عن الحب من اللحظة الأولى للحظة الأخيرة من حياته. هو مشروع حب بلش من عند الله يلي حبنا حتى الموت. والإنسان المحبوب بيرتاح بالتعاطي مع الإنسان الآخر. بس انتبهوا، في فرق بين الحب تلبني والحب لدرجة الهرقة والغنش، وأكيد إنه هالشي ما بيدخل بتحديدي للحب البناني، لأنه مع هالنوع من الحب الخاطئ كل شيء بيصير مسموح ومباح. مرات منعبر عنه بأنه لو طلب لبن العصفور ما منقله لأ. الحب إذا طلع عن معاييره الثانية بيصير استعباد. لهالسبب كلمتين عن ماشي بتقلك الحب الحقيقي هو أنه تزرع بسمة حلوة بطريق الناس يلي بتحبهم، وتزرع بخيالهم صورة عن معنى الحب الحقيقي، وتزرع بقلوبهم نبضات صادقة وبتعطي وما بتنطر المقابل. والله معك.